وتدخل على الشهر اول حاجة بنية خالصة بنية صادقة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ربط عبادة الصيام بالله. في الحديث والصوم لي وأنا أجزي به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا. مسألة مهمة جدا تصحح نيتك. أنا صايم لله طاعة لله طلبا للثواب خوفا من العقاب. وعد أشحن نفسي بمجموعة من الأحاديث كده. كيف أن أنا أقول لك من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللي يصوم يوم ويموت خلي بالك حتى لو بعد الفطار دخل الجنة. حديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله الإخلاص. الموضوع يا جماعة محتاج. نويت أصوم غدا أول أيام رمضان وتاني يوم أصوم غدا تاني يوم لا. النية محلها القلب. شوف أنا شغال معك على القلب إزاي عشان القلب ده يصلح ويحصل التقوى. الشجرة يا جماعة تبقى الأرض خصبة. ممكن في بعض الشجرة يا جماعة بيطلع بلا ماء بدون معاهدة بدون متابعة. أرض قوية أرض جديدة. أي حاجة مرة كده كنت ماسك ريحان وكان الحب بتاعه ففرطت كده عملت كده وأنا ماشي بدون ما انتبه يوم يومين ولقيت في شجرة ريحان طالعة. هكذا القلب يدخل يصلي صلاة تجيب الجنة. يصوم يوم يجيب الجنة. يذكر الله يجيب الجنة. ويقول كده من أول طبعا كل شهر يقول نفس الدعاء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. نية هلال رشد وخير. احتاج أضبط نيتي جدا. العمل من أجل الناس شرك وترك العمل من أجل الناس رياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا تعمل للناس ولا تخلي للناس. لو قالوا أحسنت مش هزود لو قالوا أسأت مش هبطل. طالما أنا مخلص في عملي مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقي.